يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده وصباح الصحه والجمال مشاهدينا. النهارده يوم الخميس 23 مايو 2019 و18 رمضان 1440. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، ورمضان كريم. رمضان ايامه جميله جدا، وللاسف ان هي بتخلص بسرعه، وبنحس ان الوقت راح بسرعه معانا في رمضان من كتر جماله وحلاوته، والصلاه والتواشيح والتراويح وكل حاجة جميلة جدا في شهر رمضان بنستقبلها من السنة للسنة. مشاهدينا النهاردة درجة الحرارة 45 والصغرى 26. طبعا أول مرة تحصل في مصر النهاردة تبقى درجة الحرارة عالية كده جدا. عايزين ننبه المشاهدين إن هم ياخدوا بالهم كويس جدا، لو رايحين مشوار أو رايحين أي مكان ياخدوا بالهم كويس جدا. طبعا احنا النهاردة بقى هنقدم لكم حاجة كده خفيفة على الفطار مع بعض. النهاردة هنتكلم فيها النهارده مع الشيف اشرف ابراهيم. صباح الخير شيف اشرف، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. احنا مستعدين والساده المشاهدين بخير يا رب. يا رب يا شيف اشرف. طبعا احنا استعدينا الحاجات دي قبل الهواء علشان الوقت، طبعا علشان وقت سعادتك طبعا، فحبيت ان انا ابدا باي حاجه. شكرا، ربنا يخليك. عايزين بقى النهارده هنعمل ايه؟ تقول لمشاهدينا كده بقى. النهارده انا جبت فرخه وخليتها بنفسي، طلعت منها شيش طاووق، وطلعت منها فراخ بانيه، وطلعت منها فاهيتا، وجايبين 100 جرام لحمه مفرومه هنعمل بيها مكرونه سباكيتي بالبولونيزا، وهيبقى فيه البتنجان مخلل وطماطم مخلله، حاجه كده تفتح النفس بقى، وسلطه وعندنا المشروب ان شاء الله هيكون صوبيا. بس ده كله شيف ابراهيم هيطلع من الفرخه، هنعمل شيش والله كل هنعمل كل ده من فرخه والله، ولسه وعندي اللي والمفروض اطلع منها تشيكن وينجز. انت عارفه اللي يشغل دماغه بيطلع حاجات صح، عشان كمان احنا كل يوم بنحتار هنعمل ايه، هنعمل ايه قبل الفطار. لا ان شاء الله هوريك اهي قدام الناس كلها، دي فرخه وهنبتدي ان شاء الله نشتغل فيها. طيب هتقول مثلا هتبتدي بالبانيه الاول شيف ان شاء الله نبتدي بالفراخ البانيه. هندي يا ريت بقى المقادير تنزل على الهواء معانا. فراخ بني عندنا صدر فرخه، وعندنا بصله صغيره مبشوره، وعندنا ملح وفلفل اسود وزعتر وبيضه ودقيق وبقسماط وسنه لبن. ده للبني، ده كده للفراخ البني. نبتدي نشتغل فيها. يا ريت بقى تكتب معانا كل واحدة كده، علشان النهاردة هتبقى طريقة خفيفة وجميلة إن شاء الله. هنحاول نسهل على قد ما نقدر. طبعا الفراخ البانيه بتبقى التتبيله واحده يا شيف اشرف، صح ولا والله ولا هي بتختلف من سيده لسيده؟ ممكن لا هي بتبقى بتختلف، وممكن تشيلي حاجه وتحطي حاجه، دي بتبقى بتاعتك انت. حلو قوي. طبعا والتتبيله بتاخد فتره شويه، المفروض ان هي تقعد في التتبيله سنه. دي انا برجح ان هي تقعد في التتبيله مش اقل من ساعه. علشان تاخد ريحتها والطعم يبقى حلو طبعا. ان شاء الله. هنديها شويه دقيق. هنديها في كان عندي بيضه هنا. عايز شوكه اتفضل اهي قدام خالص. طبعا ده البانيه مشاهدينا، بنعمل التتبيله دلوقتي مع التتبيله اسرع تتبيله. اسرع تتبيله واسهل تتبيله. وفي نفس الوقت طعمها بيبقى جميل وحلو قوي. ان شاء الله. نقول حطيت ايه يا شيف اشرف؟ طيب كده حطينا ملح، فلفل اسود، زعتر، حطينا سنه بصل وحطينا سنه زيت، وحطينا البيضه، وحطينا شويه دقيق. دي بقى ده الجديد ان احنا حطينا شويه دقيق فيها. فعلا كنت لسه هسالك دلوقتي، الدقيق والبيضه ايه بقى كده؟ الدقيق والبيضه، علشان كده خلاص كده انا هنزل على البقسماط بس. مظبوط. طب ودي بيفيد في ايه البانيه بقى؟ بيخليه ماسك مثلا في التحمير؟ يمسك في البقسماط، يمسك في البقسماط ويديله الطبقه اللي هي اللي تخليها تقرمش ان شاء الله. طيب ده كده عندنا اهوت. وحطيت طبعا فلفل اسود مع البيضه على طول علشان الريحه. فلفل اسود وملح وزعتر وسنه زيت وسنه لبن. كده هنبصمط ونشتغل فيه على طول. طيب وطبعا انت عامل هنا مكرونه. عندنا مكرونه برضو.
سباكيتي بالونيز هنعملها مع بعض برضو ان شاء الله. فحطي المكرونة على النار. بتاخد وقت طبعا يا شيف اشرف، بلاقي ان ناس كتيره جدا اوقات بتهريها قوي، اوقات السوى بتاعها بالعكس هي مش هتاخد وقت والله ولا حاجه. وهتشوفي دلوقتي ساعتك، ادي سنه زيت. الزيت ده للايه؟ للبانيه ولا لا؟ دي كده البولونيزا اللي هي بتاعت المكرونه بتاعتنا. طيب اوكي، نقول مقادير برضو السباكيتي بولونيزا. السباكيتي انا جبت نص كيلو مكرونه، وساعتك بالنسبه للبولونيزا ان شاء الله هيبقى 100 جرام لحمه وبصله مبشوره، وعندنا طماطمايه مبشوره، وعندنا صلصه وملح وفلفل اسود وكمون. حلو قوي كده. طبعا المكرونه بتاخدش وقت، المكرونه بتاخدش وقت كده. انا هبص عليها اهو وانا بقول ان هي كده تعتبر خلصت خلاص يعني. بتهيألي طريقة سهلة قوي سباكيتي بالبولونيزا، بدل ما الأطفال بيحبوها قوي. بدل ما هعملها بصلصة وبعدين المكرونة المفروض ان هي ما بتتغسلش، اطلعها فيها تكاية. ما شاء الله المكرونة طالعة مش معجنة وحلوة قوي. في طريقة عشان ما تعجنش يا شيف أشرف ولا إيه؟ والله أنا أديها، بتحط فيها زيت مثلا؟ أديها سنة زيت وبطلعها ناقصه سوى سنه، وما بغسلهاش، ما اشطفش عليها. في كتير بيقولوا نشطف عليها، لا انا بقول لهم يا ريت بلاش نشطف عليها. حلو قوي. طبعا وبتحط ملح في الميه وهي طبعا ملح اساسي طبعا بتغلي معاها دي كده. وحالا هنعمل لها جميله يا شيف اشرف. حلو قوي، تسلم ايديك. الله يخليك. طبعا وهنا بقى هنحط اللحمه المفرومه و كده هندي هنا سنه البصل الاول. طب انت بتفضل يا شيف اشرف البصل الاحمر ولا البصل الابيض؟ والله مش هتفرق والله، بس هو طبعا البصل القديم بيبقى افضل واحسن. القديم اللي هو ايه؟ البصل القديم اللي هو الابيض. الابيض انما انا بالنسبه لي مش هتفرق نوعيه البصل. حلو قوي، لان اصل البصل بيبقى مواسم. يا ريت مشاهدينا لو في اي استفسار او اي سؤال للشيف اشرف، طبعا احنا معاكم، اتصلوا بينا في اي وقت. بنعمل النهارده فراخ بانيه وشيش طاووق وبكتب المشروم وسباكيتي بولونيز. وهنعمل بقى المشروب سوبيا، جميل جدا. معظم الناس برضو بيحبوا السوبيا جدا على الفطار في رمضان، بتبقى حلوه قوي قوي. وطبعا لازم نعمل سلطه، حاجه جنبنا كده سهله وبسيطه. هندخل في الصنف اللي بعده اللي هو الشيش طاووق. الشيش طاووق هنجيب اللي هو الوراك، بيطلع من الورك. وطبعا السيده في البيت تعرف تقطع الورك يا شيف اشرف، سهل جدا على فكره والله. ادي كده، وهنديها برضو ملح، ندي سنه ملح. دي تتبيله تانية غير البانيه؟ أكيد طبعا. ده يعني إذا كان البانيه بياخد بصل فده بياخد توم بس. وبعدين هنا بياخد سنة صلصة. وبياخد زبادي. البانيه بياخد لبن وبصل. وبصل البانيه بياخد بصل بصل ولبن ولبن. هنا بياخد زبادي وتوم. زبادي وتوم. تمام. الله ينور عليك. التوم ده حلو قوي يعني. جميل. اساعدك اقلب معاك هنا. يا ريت. اوكي، بس انا شاطره جدا يعني. ده انت منوران. انا اول مره اعرف ان الشيش طاووق بتحط عليه توم. لا ده اساسي فيه التوم على فكره، الشيش طاووق اساسي فيه التوم. لا وكويس ان احنا بنطلع من الفرخه حاجات كتير يعني. ده انا مستعد اقول لك على حاجات بتطلع من الفرخه. يعني بانيه وشيش طاووق وينجز حضرتك قلت برضو. وينجز. وعندنا تشيكن رول وتشيكن كيف. تشيكن كيف. وعندنا بيطلع الفرخه الاسكتلندي. اللي هي بتتحشي مفروم. حلوه قوي، ان شاء الله نبقى نعمل حلقه برضو ان شاء الله يبقى فيها كل الحاجات الجميله دي. شوف والاولاد طبعا مشاهدينا بيحبوا الاكله دي، بتبقى جميله جدا وسهله. الشيش طاووق احنا قلناه معانا. طيب.
اللي بلي دوت يعني. وطبعا سيدي. كل التتبيله نحاول نسيبها شويه على الاقل نص ساعه طبعا. عشان الطعم يبقى حلو. الشيش طاووكية وورق. طب نطفي على ده شيف اشرف. نعم. نطفي على ده عمال. ده هنشيله. اديني الفرشه بتاعتي. معانا تليفون. صباح الخير ام محمد، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي يا ام محمد، كل سنه وانت طيبه وبصحه وخير. الحمد لله يا حبيبتي. اتفضلي. انا بس بحيي الشيف اشرف. اهلا. الشيف اشرف معاكي، في اي سؤال يا ام احمد؟ لا انا بحييهم بس الاثنين. هم احسن اثنين في مصر. بقول لهم يا رب دايما كده من نجاح لنجاح. ربنا يخليك يا ام محمد، ربنا يخليك. وتابعينا بقى كده وشوفي الاكله وايه رايك فيها، وهي سهله وجميله، وكمان الفرخه بنحاول نعمل منها كذا حاجه يعني، لان كل يوم الموضوع بقى بتاع هنطبخ ايه وهنعمل ايه، فدي تشكيله جميله جدا للاولاد يا ام محمد. تابعينا يا ام محمد، شكرا على اتصالك. طبعا حضرتك بتعمل ايه شيف اشرف بقى دلوقتي؟ كده دي احنا بنعمل البالونيز، حطينا البصل وبعدين الثوم وبعدين حطينا اللحمه، مجرد اللحمه تتشرب هنديها الصلصه بتاعتها وهنديها الطماطم المبشوره. طب احنا بنسيبش البصل يغمق شويه ولا هو نحط اللحمه على طول عليه؟ والله انا عايز اقول لك، انا ليا يعني ليا نظريه ان انا بخلي البصله نص سوا علشان تديني تيست. تدبل يعني. يا دوبك تدبل تطرى وبعدين بديها حاجتها بضمن ان هي ليها تيست ليها طعم. والثوم لازم مع اللحمه المفرومه لازم. صح؟ بدي طعم احلى. أكيد طبعا. وجميل. ده البانيه، ده الفراخ البانيه اللي احنا كنا عملناها بالتتبيله بتاعتها، بس طبعا البانيه ما تحطش عليه ثوم. بس انا بلاحظ في ناس، شيف اشرف، بيحط ثوم على التتبيله بتاعت البانيه وكمون. لا ولا 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 ما يقبلش ولا ده ولا ده بصراحه. يعني الفراخ البانيه معروفه ان هي زعتر ملح، ممكن ادي روزماري، انما كمون لا. ولا ثوم. ولا ثوم كمان. الثوم بالنسبه للشيش طاووق ماشي، انما بالنسبه للفراخ البانيه لا. فراخ بانيه اديها بصل او ميه بصل. دي كده اساسيات اتعلمناها يعني. حلو قوي. في ناس بقى برضو على اللحمه المفرومه بتحب تحط قرن فلفل شطه. تمام تمام تمام. يبقى جميل، بيدي طعم حلو. طبعا مش شايلين الريحه جميله. تسلم ايديك شيف اشرف، روعه، حاجه حلوه قوي. معانا تليفون مفاجاه ليك يا شيف اشرف. حلوه قوي. صباح الخير. صباح الفل. اهلا بيك. حضرتك عامله ايه؟ اهلا بحضرتك، ربنا يخليك يا رب. شيف اشرف اهلا بحضرتك. كل سنه وانت بخير. وانت طيبه وكل العاملين وبقص يا رب، بألف خير يا رب. ميرسي، ربنا يخليكي المدام. مدام شيف اشرف معانا على التليفون، واهلا بيكي، كل سنه وانت طيبه. وانت بالصحه والسلامه يا رب يخليكي يا رب، رب يخليكي. انا قلت بس اصبح عليكم واقول لاشرف ربنا يوفقك يا رب، وما تنساش يا اشرف الرز المعمر. رز المعمر، استاذ في رز المعمر. ان شاء الله الحلقه جايه. ان شاء الله. ان شاء الله. ده سر. ان شاء الله. رب يخليكي. ميرسي، ميرسي على اتصالك، وكل سنه وانت بخير، وتابعينا بقى وقولي ايه رايك. ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقكم يا رب. ان شاء الله. طبعا المدام بتشجعك شيف اشرف، طبعا حاجات جميله. ده رفيقه كفاح على فكره، يعني عايز اقول لك برغم المجال مش مجالها، انما بتسعى معايا في حاجات كتير قوي. يعني انا في دار ايتام انا متبنيه وبعمل فيه احتفاليات وكده، فمن غيرها ما اعرفش اعمل حاجه بصراحه. طبعا ربنا يخليها لك. اي ايفنتات اي حاجه على طول هي بتبقى سابقه عني. معاك وبتساعدك. بصراحه بتنظم لي حاجات كتير. طبعا. طب في البيت بقى مين اللي اكله احلى؟ لا هي انا ما بعرفش اعمل حاجه في البيت. مش بتعمل حاجه؟ لا ما اعرفش خالص. لا تاكل من ايديها طبعا. اديها خضرة زي اي حاجة. والطعم بيبقى حلو بقى، ولا هي بتحتاج تقول لك احط ايه، تست ايه في الحتة دي، اظبط ايه؟ هي المشكلة السؤال اللي انت عارفة المعتاد بتاعها اللي هو ايه رأيك؟ انا يهمني رأيك. يا ستي انا باكل اي حاجة. طبعا طبعا. طب اتفضل اتقلب. صباح الخير، معانا حنان من الجيزة، اهلا بيكي. ايه يا حبيبتي، عاملين ايه؟ صباح الخير.
صباح الخير يا حبيبتي. اهلا، ازيك يا حنان؟ الله يخليك. كل سنه وانت بخير. يا رب يخليك، يعود عليكم بخير يا رب. يا رب يا حبيبه قلبي، اتفضلي. انا بقول للشيف اشرف انت منور، هو والشيف تاني. الله يخليكي، ربنا يعزك يا رب. ربنا يخليكوا يا رب كده، ودايما من نجاح لنجاح ان شاء الله. ربنا يعزك يا رب وما يحرمنيش منكم يا رب. ايه رايك يا حنان في اكل النهارده؟ لا ده حاجات جميله قوي موفره. يعني شفت الفرخه بنطلع منها شيش طاووق وبانيه. موفره جدا، انا هجيب فرخه واعمل ده كله. وانا عليا بيكي. احنا بنحاول نوفر ونبقى اقتصاديين في شهر رمضان، ودي اهم حاجه طبعا. ربنا يوفقكم يا رب. الله. ميرسي ميرسي يا حنان، وكل سنه وانت بخير. في سؤال للشيف اشرف؟ لا اقول له انت منور الدنيا كلها. ربنا يعزك يا رب، ربنا يخليك. شكرا يا حنان، تابعيني يا حبيبتي. طبعا حاجات جميله شيف اشرف طبعا، واحلى حاجه الامهات المصريات بيصحوا بدري وبيتابعوا الاكل. ده بيبقى مشكله طبعًا كل سيده ان انا بس يوميا وهعمل ايه، والولاد بيحبوا ايه وبيحبوش ايه، فدي بتبقى مشكله كبيره جدا. انا عندي مشكلتي في البيت، تقولي نعمل اكل ايه؟ نعمل اكل ايه؟ طب اسالي عيالك. والاولاد بقى اوقات يعني هم بيحبوا الحاجه السهله، يعني على ما اعتقد المكرونات بيحبوها كلها. هم الاولاد اي الحاجات اللي هي الخفيفه، الحاجات الخفيفه السهله. صباح الخير، معانا الاستاذ عادل من القليوبيه، ناخد تليفون. لو سمحت عايز اسال الشيف، اقول له الفراخ البانيه بينحط عليها ايه قبل ما تتحط في الزيت؟ طيب اوكي، الفراخ البانيه بتحط عليها ايه قبل ما تتحمر؟ في سؤال تاني؟ ايوه يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب وبخير. نصف ده طيب اوكي، تابعنا ميرسي قوي، شكرا. الفراخ البانيه شوف اشرف، قبل ما نحمرها عايز التتبيله تاني. تمام، اقول له على التتبيله. احنا دلوقتي هنجيب، انا ممكن اساعدك اشيل ده باسهل كده. طيب ماشي اوكي، اتفضل. بالنسبه للفراخ البانيه، هنجيب صدر الفراخ هنشرحه، هنديله ميه بصل، هنديله ملح، فلفل اسود، زعتر، وهنديله ممكن اديله بقى شويه زيت، وبعدين بعد كده هديله بضايه، وهديله شويه دقيق، وبعدين اوديه على البقسماط. مظبوط، حلو قوي، وبتبقى سهله وجميله وبتبقى على طول بتتعمل. طبعا بنسيب التتبيله دي شويه، نص ساعه كده او حاجه، علشان تاخد طعم التتبيله الحلو في البانيه. تمام. طبعا احنا قدمنا هنا طبق سباكيتي بولونيزا حلو قوي، والبانيه رائع جميل جدا، تبناه على طول. طب شوف اشرف، الموضوع ما خدش وقت. الحمد لله رب العالمين. يعني انا بلاحظ ان الامهات بتاخد وقت في الاكل قوي. هنعمل ده شيش، ده اللي هو البيكاتا. بيكاتا بيكاتا بالمشروم. هتحط دقيقه عليها؟ طب البيكاتا عادي مش بنتبلها ولا بنعمل اي حاجه غير بس دقيق؟ لا دقيق، وبعدين بعد كده هتبل بعد كده مع الكريمه. والكريمه بتفضلها جاهزه ولا بنعملها في البيت؟ والله انت لو اديتي دقيق واديتي شويه لبن بقى معاكي الكريمه. على النار كده دقيق ولبن بس. ما بنحطش اي حاجه تاني. طب والكريمه اللي احنا بنشتريها من بره برضو بتساعدنا؟ هي ساعتك، ما هي دي اللي هي السهل، يعني اللي انت بتسهلي على نفسك. بس الطعم بقى شوف اشرف، بتفضل ايه؟ الكريمه اللي جاهزه ولا اللي احنا بنعملها في البيت؟ والله في مناديل ممكن. انا عن نفسي انا بعمل الكريمه، بعملها اللي هي اللي بفضل ان انا اعملها. انت تعملها تبقى حلوه. اللي هي الدقيق ولبن، واللي هي المرق الدجاج، بتديني تيست اللي انا عايزه. حلوه قوي. بكتب المشروم طبعا كل الاطفال برضو بيحبوها قوي قوي، والمشروم مفيد جدا طبعا لينا، والبانيه واسهل منها مفيش. وسهل سهله قوي، اسهل منها مفيش. انا مجرد ان انا كده خلاص كده الفراخ بس اديتها صدمه بطلعها. انا مش عايزه اقول لك شوف اشرف، احنا بنقعد طول اليوم قدام البوتاجاز، وغير كده وكده بقى يعني نحاول نطلع حاجه يعني، وطعمها بيبقى حلو. لا انا بحاول بقدر المستطاع اسهل على نفسي. وبتحضر حاجاتك كلها؟ ما انا التتبيلات وكل حاجه، التجهيزات نص الشغل.
التجهيزات نص الشغل. التجهيز نص الشغل. طبعا حطيت بقى هنا بصل كده. انا حطيت بصل وتوم متهيئ مجرد ان هو يدبل. بديله سن التوم. البصل ما يتحطش مع التوم لان التوم بيتحرق بسرعه. فبديله كده مشروم. بعدين الكريمه بقى. اوكي تحط بقى المشروم عليها مشروم. بعد ما حطينا البصل الاول ومعلقه وبعدين التوم وربع معلقه توم ومشروم. ده مشروم جاهز في اشرف صح؟ ايوه. طب لو انا حبيت اجيبه من بره اقطعه؟ الفريش عادي تقطعيه. اقطعه وانضفه؟ تقطعيه وتنزليه عادي وده بيبقى افضل واحسن كمان من كل الجاهز. ما تحط. يعني انا بفضل انا برضو بقول معلومه للمشاهدين، اي حاجه في معلبه فيها مواد حافظه لازم نطلعها الاول ونغسلها في مصفى كده، نحاول ننزل بس المواد الحافظه وبعد كده نستخدمها على طول، لان هي قد ايه بتبقى مضره جدا علينا. ومفيش احلى طبعا من الحاجات الفريش الطبيعيه الجميله طبعا عشان صحه الاولاد. حطيت دقيق بقى ده الكريمه بقى. شوف اشرف أيوة. بتعملها وتفضل بقى البيكاتا بالزيت خفيف ذره ولا تحب سمنه؟ المفروض ان هي ماده دهنيه. هي يفضل بحته زبده او سمنه. حلو قوي. وده ايه بقى؟ دي اللي هي الكريمه اللي انا عاملها. لا اكل سهل وبسيط شيف اشرف الصراحه، وما خدش وقت خالص معانا الحمد لله. لو عملنا البتنجان المخلل كمان والسوبيا والسوبيا تتعمل حالا. طيب احنا بنعمل دلوقتي بقى، للاسف الوقت هيخلص معانا. طب اديني بس دقيقه واحده. طيب نقدم بس البيكاتا. البيكاتا بالمشروم حلوه جدا. طبعا الشيش احنا هنشوحه عادي في الطاسه واول ما هو بياخدش سوى خالص على النار. لا ما هو بيبقى على النار هنا، والمفروض يفح يا هنا. حلوه قوي. والبيكاتا بنقدمها طبعا جميله. ما بتحطش عليها فلفل اسود؟ طبعا لازم يتحط عليها. انا بلاحظ كده ان هي بتحط لازم عليها ملح وفلفل اسود. ملح وزعتر. زعتر قد ايه حلو جدا. الزعتر مفيد جدا على فكره وصحي. دايما بلاد الشام بيحبوا الزعتر في كل حاجه. احنا بنحاول برضو نحط وقت. لا للاسف احنا هنحاول نقدم بس البيكاتا. وتسلم ايدك شيف اشرف، جميله جدا جدا. واحلى حاجه في الفراخ ان هي بتاخدش سوى خالص فعلا ولا وقت. انا هحاول اشيل دي لان كده هي كده خلاص كده استوت متهيئ. طبعا حاجات جميله جدا وبنشكرك. طبعا الوقت معاكم بيعدي بسرعه، وكان نفسي اقدم حاجات اكتر من كده. ده طبعا البيكاتا معروفه ان هي بيطلع مع رز ابيض. طبعا انا ملاحظه حضرتك لا حطيت ميجي بقى ولا الحاجات دي خالص. مش محتاجها بصراحه. مش محتاج. وكمان انا بلاحظ ان الحاجات دي بتضر الصحه الصراحه. أكيد يعني طبعاً. الواحد بيعمل حاجه طبيعيه احسن ونضيفه في البيت احسن، ما نحاولش نحط مكسبات طعم او حاجات من دي قوي. تسلم ايدك شيف اشرف. طبعا الله يخليك يا فندم. حاجات جميله جدا ووجبه سهله وخفيفه مشاهدينا. حلوه قوي قوي. وعملنا حاجات كتيره من الفرخه، فعملنا بانيه وعملنا شيش تاووج وعملنا بيكاتا بالمشروم وسباكيتي بالونيز. وطبعا مفيش احلى من التاتشات الجميله بقى بتاعتنا بتاعت المصريين، المخللات وطماطم، وعملنا بتنجان وحشيناه بقى خضره وحاجات جميله كده. الشيش طاووق طبعا بقى بنحطه على النار وما بياخدش برضو وقت خالص. وتسلم ايديك شيف اشرف الصراحه يعني، والمساعد تسلم ايديك طبعا. حاجات جميله جدا. شيف سيد ابننا
بشكرك. الله يخليك يا فندم. بشكرك جدا. وان شاء الله طبعا يبقى في حاجات تانية جميله مع بعض ان شاء الله. تحت عمركم يا فندم، ويا رب يكون الاكل النهارده عجب الناس او حد استفاد مننا حاجه النهارده. لا طبعا تسلم ايديك، انا استفدت الصراحه. انا ما اعرفش ان البانيه بتحطش عليه توم وشيش طاووق، بس دي معلومه جميله جدا. الله يخليك. بشكرك جدا شيف اشرف، وان شاء الله تبقى معانا باذن الله في لقاءات ثانيه. وكل سنه وانتم بخير وبصحه وسلامه. ميرسي لزوجك يا فندم، ميرسي لزوجك. مشاهدينا يا رب تكون الحلقه عجبتكم. اهم حاجه في رمضان ان احنا نكون اقتصاديين، لان كل يوم بنطبخ وبنعمل اكلات جميله جدا. وقد ايه طبعا الواحد كل ما يعمل حاجات هيلسي وحاجات صحيه للاولاد بتبقى جميله جدا وبتفيدنا فيما بعد. طبعا بنشكر الشيف اشرف ابراهيم النهارده على الاكله الجميله دي، وبنشكر طبعا المساعد معانا الشيف سيد. مشاهدينا اشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه، وصباح الصحه والجمال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس اهي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس اهي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس اهي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال.